ألف حمد وشكر لك يا رب العالمين. معناتها هلأ صرت أبو طالب عن حقه حقيقي. بس بعدي اسمه هالرب ما طعمنا غير هالبنت. البنات صايرين عم يغاروا من أختهم وش السعد، وأنا خايفة هالشي يأثر على محبتهم لبعضهم البعض. شو هالحكي؟ الله وكيلك. لا لا ما بيجوز. وحياة من زرع هي مطرح يا أمو، ما رح يهدالي بال لحتى أثر على غريمه لأبيه وأخذ حقي منه. يعني شو رأيك نفرط هالضوء ونحط كل حبة بسلسلة ونعلقها برقبة كل بنت وهيك منفرحهم كلهم مع بعضهم البعض؟ لا يا واطنة لا عليك عدى على حلمة سعيد بالبيتة. بدي اياكم تحلفولي على المصحف الشريف على كل كلمة حكيتوها عن أبو طالب الألوات. شرفوا سيدي، قلتلكم خلوني حط الحد عليه واخلص منه، ما رضيتوا. هي هرب عملت الوسخة. تروح يا دبوك يا عمو؟ أيوه. تعي لأختك لعنده، تعي. شهد روحك يا كلب. انت شو؟ وانت شو؟ انا سيدي. اسمعني منيح يا جناب الحاكم، الارض مجنره حواليك بالنار والبارود، واي تصرف طايش حيكون ثمنه حياتك. عم تفهم؟ انا عقول يا اخوان، تسليمنا فرينة ثلاثة للفرنساوية ممكن ينجي الحارة واهلها من بطش الفرنساوية. لا يا معين افندي، ما حبيتها منك بنو. ممكن تسلم أخوك شقيقك اللي من لحمك ودمك للموت للهلاك؟ أنا بقول يا أخوان، واحد أبضاي مثل حمزة ما بيصير يتفرط فيه، لأنه خير من ولدة الشام. الأمور مكركرة كثير بالحارة، الفرنساوي صار ضايب كثير من رجال وشباب الحارة، ونحن مصدقين عنا لا بشك ولا مني. لك شو عم تحكي أنت؟ مثل ما عم بقول لك، وهذا ثالث يوم من الحصار وشبابنا مو ضايقين النوم. الفزعة يا أهل العادية، اتسكرت المعابر وداء الحال، والعدو مسمو جبار. ولدكم حمزة أبو العباس. وصل المدد يا شباب، وصل المدد، وصل المدد. أبو طالب العلواتي وعد ووفى. صعب علي فراقكم يا بوبو العين، وإذا ما فراقتكم أصعب وأصعب. بس لازم تعرف كتير منيح، لا انت ولا الف واحد مثلك في فك الحصار الا بشرط واحد، تسليب الفاعل او المجموعه اللي حاولوا يعتدوا على الحاكم العسكري. ليكني قدامك هيك بتروحي وبتتركي وحيدك يا ابي؟ يا ابي مريم وصالحه، يا ابو بعيوني وشع الشوارب. السجن مرجع. بوس ايدك يا عمي، لا تتركني لحالي. بوس ايدك. شو عم تحكي لك عمي؟ لك انت شعر شواربي، شعر شواربي، عم تفهمي؟ يا ابي انا مريم، يا ابي، يا ابي مريم.
لا لا طمني عمي، ان شاء الله ما تكون محكوميتك كبيره. مو كثير بس مؤبد. كتر خيرك جناب الكولونيل لانك جبت حكم المؤبد لي. ابوكي هو اللي جاب الحكم لحاله. دير بالك على حالك يا عمي. ماني مصدقة عيوني يا عمي، ماني مصدقة عيوني، مين شايفتك؟ اشتقت لك كثير. شايفي سوكولية؟ اوكو دو دو في مريم وصالحة. مريم وصالحة؟ قوي قوي يا سهرت عليك الليالي. فتحت الجلسة. شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب. ببكوت ونوحي تهون علي الصار، فوح يا ريحان سلم أحباب القلب. لا لا ولا لا يا بلا ذهب والغاء. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن، اسمك مطرّاس بالذهب والغاء. لنهاب العدا ولا توب الردى، لنهاب العدا ولا توب الردى إلا العالي.
لك بشوفه اليوم لبدر الدين. كانت اليوم محاكمة أبو طالب بس راح يطلع بكليه وراح يطلع بدر الدين. يعني المهم بشوفه. إن شاء الله. قولي إن شاء الله. خليك قوي في معرفتك، انت صاحب حق وطمن انا راح اكون جنبك. الله يقدم لي فيه الخير. فتحت الجلسة. نظرا لمكانة المدعو أبو طالب في نفوذ أهالي دمشق الكرام، ونظرا للملابسات التي تداعت إثر اعتقاله وخلال فترة اعتقاله وما بعدها، ونظرا للظروف التي آلت إليها البلاد بالآونة الأخيرة من فوضى وشغب ومظاهرات، ورغبة من رجال الحكومة الوطنية السورية، ونظراً لمطالبة وإلحاح الجماهير الدمشقية بإعادة محاكمة المدعو أبو طالب، قررت القيادة العسكرية الفرنسية النزول عند رغبة جماهير دمشق لإعادة الثقة والتواصل بين الطرفين.
لك خفي 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 من الله كثير تعبانة. يا جناب القاضي، مثل ما الموجوع مصيره ينكوي بالنار ليزيح الألم، ومثل ما المجروح مصيره يرمي بالزيت على الجرح حتى يندمل، ومثل ما الابن البار واجبه يحمل أبويه وقت الكبر حتى يرد بعض الجميل، ومثل ما الحر النبيل ما بيقبل يا سيادة القاضي إلا بعيشة النشامة، أنا كمان من حقي انزع الوجع عن بلادي بالطريقة اللي بشوفها مناسبة. أنا أبو طالب الأنواتي يا جناب القاضي، ما بقبل حدا ينزع فرحة أولادنا ويدوس على مباسم أطفالنا، عيب. لو قطعوا صالي قطع يا جناب القاضي، ما بقبل حدا يعلمني ويعطيني دروس بالأخلاق والقيم. جناب القاضي، رجع للتاريخ شوي بتلاقي نحن كمان وزعنا العلم، وزعنا السلام، وزعنا الأخلاق على كل الأمم والبلدان. أنت بترضى يا جناب القاضي الفرنساوية يحاربوا الألمان لما احتلوا بلادهم، ونحن ممنوع علينا أنه نحاربهم فوق تراب بلادنا؟ أنا ما بقبل إلا الحق، ولا بكون عاق لبلدي ولا شامي ولا أمتي ولا ناسي. الشام بطن العرب مبنو بياديهم وسيوف رجالا بالمحيا ما حدا بيخالفك الرأي يا أبو طالب، بس كمان كلياتنا منعرف إنه فرنسا دخلت هالبلاد لحتى تديرها وتنظمها من الفوضى العارمة اللي سببها خروج الأتراك. أنو تنظيم يا جناب القاضي؟ التنظيم والإدارة ما بيتيحوا للمحتل إنه يدمر ويحبس ويقتل. تنظيم والإدارة بيصيروا بالتفاهم، مو بالعسكر والدبابات والمصفحات والطيران. اللي صار من الفرنساوي يا جناب القاضي اسمه احتلال وما له أي اسم تاني، وأنا ما بقبل حدا يحتل بلدي وقعد متفرش. ولا تربيت على هالشيء، ولا حدا من رجالنا تربى على هالشيء. ولا ما كانوا الفرنساوية سموا دخول الألمان لبلادهم الاحتلال، ولا كانوا جابهون يا جناب القاضي. وين عظمة أمي بتحلل وبتحرر لحالها وعلى كيفها وحسب مصالحها؟ عيب. كم أرملة وكم عطيل وكم يتيم وكم أسير وكم شهيد خلف التنظيم والإدارة اللي حكيت جنابك عنه. بس في حكومة سورية عم تطالب وتفاوض باسمكم. يا جناب القاضي، اللي يجوا من فرنسا بآلاف العساكر والمصفحات والدبابات ليدمروا هالبلد، هدول مو جايين يفاوضوا. كان الأجدر إنه يتركوا سلاحهم وعساكرهم هنيك ويجي يفاوضونا وهن عزل. هي لو كانوا سادين. بس هن مو سادين بنوب يا جناب القاضي، وما راح أقول عم يكسبوا. بدي أقول نواياهم مسليمة، ودليل المفاوضات اللي مع السياسيين وصلها عشرات السنين، والنتيجة شو؟ ولا شيء. يا جناب القاضي، السلاح بده مقابله سلاح، وغير هيك مضيعة للوقت. شو رأيك بكلام أبو طالب يا حضرة الكولونيل؟ حضرة القاضي، اسمح لي كون بمكان المدافع عن المتهم نور الدين الأنواتي. أنا بعترف بالأخطاء اللي حصلت بدخولنا للشام وحولت الانتداب لاحتلال، وهي الأخطاء اللي خلت نور الدين الأنواتي وأمثاله يوقفوا بوجه فرنسا. وأنا بأكد لك هي الأخطاء ممكن تتصلح، ممكن نصير شعبين حليفين. أنت مدرك شو عم تقول يا حضرة الكولونيل؟ تماماً يا حضرة القاضي، أنا كل شي عم أقوله هو نابع من ضميري ومن أخلاقي وإيماني إنه الأمم والشعوب ما بتلتقي بالحروب، بتلتقي بفهم بعضها، وإلا رح نخسر هاي الأرض اللي نحن فيها، وبعدها رح نكون على كل شيء نادمين. شكراً. هدوء هدوء
ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للتشاور. حضرة الكولونيل، أنا ما بعرف كيف بدي أشكرك على كل شيء عملته معي. ما في داعي تشكريني، أنا عملت بضميري وبأخلاقي. فيني أعرف مع مين عم تحكي يا حضرة القاضي؟ وبيهمك تعرف يا حضرة الكولونيل؟ طبعاً. صراحة حابب آخذ رأي فخامة الحاكم العسكري قبل ما أنطق بالحكم. وأنا بأكد لحضرتك أنه أنا متفق تماماً مع فخامة الحاكم العسكري. وحضرتك وضحت له أنك رح تصير محامي دفاع عن المتهم؟ طالما أنا بمكانة المدعي فمن حق يبرر حالة المتهم اللي حاول يعتدي علي. أنا مستغرب يا حضرة الكولونيل، في واحد حاول يقتلك وعامد متعمد وبعدين بتصير محامي دفاع عنه؟ بس أنا لساعتني عايش، ما متت. بكل الأحوال يا حضرة الكولونيل لازم اتصل بفخامة الحاكم العسكري وأخذ رأيه قبل ما أنطق بالحكم. شرف، اتصل. جاهزين يا عجال؟ جاهزين يا عباس. احترامي فخامة الحاكم. نعم سيدي، معكم قاضي المحكمة. نعم سيدي، بس حبيت أخذ رأي فخامتكم قبل ما أنطق بالحكم بقضية نور الدين الأنواتي الملقب بأبو طالب. نعم سيدي، الكولونيل فرانس ليكو موجود جنبي. لا عفوا سيدي، يعني حضرتكم اتفقتوا مع الكولونيل على قرارات وسير المحكمة؟ مثل ما بتأمروا سيدي، مثل ما بتأمروا. مع السلامة. مع السلامة سيدي. شو كان جوابه؟ حضرة القاضي، لآخر مرة بقول لك كل الكلام اللي عم تتفضل فيه منتهي، الأوامر صدرت. بس أنا خايف إنها تصير المحكمة ملاذ للمجرمين والمتمردين، مشان هيك أنا عم فكر إنه الأوامر صدرت وما في مجال للتفكير. تفضل وانطق بحكمك. فتحت الجلسة. قررت المحكمة وبالإجماع تبرئة المتهم أبو طالب من التهم الموجهة إليه وإعادة ما حجز عليه من أملاكه وخلافه.
الفظيم كامل مكمل. هلا مبروك. ستي أم طالب خلفت جابت صبي. ألف الحمد لك يا ربي. الحمد لله. معناتها البشارة صاروا شارتين. خير شو في؟ أبو طالب طلع برا. يي ألف الحمد لله لك يا رب. ألف الحمد لله. بشارة لإلك يا حبيبتي. ألف الحمد لله لك يا رب. ألف الحمد لله. شو وشك خير وسعد علينا يا عمي. رح يكون أحلى هدية لأبو طالب بعد هالعذاب. يا حبيبة عمري، يا حبيبة عمري، يا حبيبة عمري. الحمد لله. ألف الحمد لله وشكر لك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد كتر خير الله اخيرا رح ترجعوا للحاره. والله ما بعطي فرحتي لحدا، ما في احلى من لمه لحمه بتمريني. شو صار معك؟ يلا خالتي تفضلوا. تفضلوا خالتي تفضلوا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. فوتي فوتي صالحه حبيبتي فوتي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامته لابو طالب، واخيرا رح ترجعوا لبيتكم يا جيران الرضا. ايه والله والله ما بعطي فرحتي لحدا. لك اشتقنا والله، اشتقنا لايام زمان واشتقنا لبتي ام طالب كمان. الحمد لله يا صالح. الحمد لله بيتنا بيتنا. الحمد لله. انتوا مو بس رح تنوروا البيت، رح تردوا له الروح كمان. الحمد لله يا رب. الحمد لله. يلا حبيباتي يلا يلا لاحقين تشبعوا منه للبيت. يلا بدنا ننظف. يلا قربوا على الفطور. يلا حبيباتي. ابو العباس. يا ابو العباس. هات المسانه يا ابو العباس. مشي مشي مشي. ابو طالب طلع برا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا رب 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 يا
طالب، يا مهذا طالب. يقبر قلبي إن شاء الله. لا 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 لا. شو اجينا مع الصبايا لحتى ننظف البيت بعد ما انطبلت الحارة كلياتها وطلعت ابو طالب بالحبس. يلا يا حبيبي فوتي تقبريني. الله يسلم ايديك. حبيبي حلتي فوتي عادي شوي 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 شوي. ألف مبروك الصبي وطلعت أبو طالب بالسلامة. شان تكمل فرحتنا يا خالتي. صبي وكامل مكمل يقبر قلبي إن شاء الله. حسامي الله تحرسه وتحميه. الحمد لله على سلامتك، بس شلون قدرتي تجي كل هاي المسافة وأنت لساتك نفسة؟ على القليل ارتاحي لك يومين ثلاثة. والله يا أم صابر، لما عرفت إنه أبو طالب طلع بالسلامة، الدنيا ما ساعدتني من الفرحة. قلت لحالي ما حلوة يرجع الرجال على البيت وما يلاقيني فيه. الله يكمل فرحتكم ولا يحرمكم منه بجاه كل مين إله جاه عند رب العالمين. الله يخلي لي إياكي ولا يحرمني منك، وإن شاء الله يا رب بتفرحي بمحمد وولاده. كسرت بخاطري. ألف شكر وحمد لك يا الله. اليوم بدنا نتغدى أطيب وألذ وأحلى أكل من تحت إيديك. داكور؟ أكور ونص من عيوني. سليم. شو صاير معه فرحان كل هالقد؟ يا ستي اليوم حكمت المحكمة بفرقة أبو طالب الأنواتي أبوه لمريم، والحمد لله رب العالمين طلعوه من الحبس، والكولونيل طاير عقله من الفرح. الله أكبر على هالخبرية. شو حلوة. لا 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 الشباب. اهلا وسهلا فيكم. اهلين 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 سهلين. تفضلوا تفضلوا.
بيكون. هي وسامي شرفتوا شرفتوا أبو شرفتوا. بيت الشغل عند الست ماري صارت خالتي ام حسان بتطبط ضلوي، وعمي حمزه مو سائل عني ولا حتى عم اخطر على بالي. ليش هيك يا ربي ليش؟ السلام عليكم خالتي. وعليكم السلام خالتي. شو بده يصير معي يعني؟ بلغت للست ماري انه انت ما عاد تروحي لعندك، خلصتي. موافقه؟ ايه ليش ما توافق؟ قلت لها انه عمك ما بده اياك بقى تتعلمي تاني الخياطه، وصلى الله وبارك. بيكونوا مريم وصالحه زعلوا مني. اصلا مريم وصالحه ما كانوا موجودين. بعدين اللي بيزعل واللي بيرضى، انا المهم ريح راسي لك خالتي. طيب ما سألتي الست ماري ليش ما أجوا اليوم؟ برضاي عليك يا مال الشام، تقيمي هالسيرة من بالك وخليكي بحالك وانسي مريم وصالحة بقى. طيب ما بكفي حرمتيني من الروح عند الست ماري، كمان بدك تحرميني من مريم وصالحة؟ لا خالتي، أنا ما حرمتك من شيء. بكرة بس يرجع عمك بالسلامة بتقلي له كل شيء بدك تعمليه بس على مسؤوليته هو. إيه ما رح يرجع عمي حمزة أصلا. يو اسمعوا على السمع، اسمعوا مال الشام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو هالجيل هاد؟ مين عم يدق الباب؟ يلا يلا جاية. أهلين خالتي حمزة، تفضل. أهلين خالتي. أهلين. يا تقبرني وشك ولا ضوي القمر؟ الله يخليني إياكي. وين تاركني لحالي بهالمعمعة المالا نهاية؟ طمنيني عنكم هلا، شو أخباركم؟ مال الشام كيفة؟ يرحم تراب أمك وأخوك، تلاقي لي حل مناسب مع مال الشام. ريح لي بالي قبل ما موت طقيق من تحت راسك وراسك. وحياة عيونك رح لاقي لك حل وبوقت قريب كمان، أنت بس روي. شلون؟ فهمني. لك خالتي خلاص، بما إنه أبو طالب الأنواتي طلع من الحبس كل المشاكل رح تنحل. مين؟ أبو طالب الأنواتي؟ ما غيره؟ أبو طالب ما غيره. أبو طالب الأنواتي اللي عم تطلع مال الشام مظاهرات من شأنه هي وبنات معلمة الخياطة؟ مال الشام كانت عم تطلع مظاهرات من شأن أبو طالب الأنواتي؟
ايه خالتي ايه على حق عم تحكي خالتي لكن عم بمزح انا معك اي والله هذا خبر بسر عن جد عن جد انت مانك مجعوز من هالشي لك شو عم تحكي خالتي عم قلك الشام كلياتها ألم قايم قامت من شان ابو طالب بتقلي لي مجعوز شو هالحكي إيه لك خلص لكن برضاي عليك تلاقي لي حل مع مال الشام يريح قلبي يريح قلبك خلص خالتي مثل ما قلت لك من اليوم ورايح ما بقى في مشاكل بنوب وين مال الشام ناديله بدي حاكيها ايه تقبرني فورا يا مال الشام خالتي حطي على راسك اجا عمك حمزه بده يشوفك شرف خالتي شرف الله اهلا وسهلا بعرف اني زعلانه واخذه على خاطري انا بقسم لك بالعشره انا جاي اليوم لحتى خبرك انه من اليوم ورايح ما بقى فارقك بنوم بنوم يا ريت بقدر صدقك صدق يا عمي صدق نفسي صدق سمعت من خالتي محسان انك طلعتي مع الصبايا بالمظاهرات اللي كانت على الطالب بخروج ابو طالب من الحبس قالت لك خالتي؟ ايه قالت لي وفرحت كتير بالخبر عن جد؟ ايه عن جد لانه ابو طالب من اعز اصحابي وطلع من الحبس غصب عن الفرنساوي ابو طالب طلع من الحبس عن جد؟ لا لا ولا لا يا بلا لا الذهب والبيضاء الله اكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله اكبر يا وطن اسمك طراس بالذهب والبيضاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى الا العالي علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي